سقط عشرات بين قتيل وجريح ومن ضمنهم جنود أمريكيون من جراء انفجارين وقعا في محيط مطار كابول. وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن انتحاريا فجر نفسه قرب المدخل الشمالي للمطار، في حين قالت وزارة الدفاع التركية إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابول ولم يلحقا أي ضرر بالقوات التركية في المنطقة. تفجير انتحاري يستهدف الراغبين في الهروب من جحيم أفغانستان. الهجوم وقع في محيط مطار كابول الذي يجتمع حوله آلاف الأفغان. قتلى وإصابات في صفوف مدنيين اختاروا الخروج نحو أمن مجهول بدل البقاء في البلاد ومواجهة حكم طالبان. الهجوم الذي نفذه انتحاري على ما يبدو مستهدفا فندقا تقيم فيه قوات أجنبية أسفر أيضا عن إصابات في الجيش الأمريكي، وذلك بحسب إفادات أولية لوزارة الدفاع الأمريكية. التفجير يأتي بعد ساعات من توارد تقارير غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا أفادت بوجود تهديدات سمتها إرهابية مصدرها فرع أفغانستان بتنظيم الدولة. تقارير دفعت السفارات الأجنبية إلى مطالبة رعاياها بتجنب التوجه نحو المطار خصوصا في ساعات الليل. وزارات الدفاع الغربية التي تملك جنودا على الأرض في مطار كابول أعلنت أن التفجير الجديد قد يؤثر بشكل كبير على جهود الإجلاء، خصوصا مع تزايد عدد الراغبين في المغادرة وقرب موعد انتهاء مهلة اكتمال الانسحاب الأجنبي من أفغانستان، والتي أكدت واشنطن وباريس وبرلين ولندن أنها لن تستمر بعد 31 من أغسطس الجاري. يبقى الآلاف من الأفغان إذن رحمة مصير الساعات المقبلة. من أمامهم خطر اكتمال رحلات المغادرة دون العثور على مقاعد فيها، وخلفهم تفجيرات إرهابية قد تودي بحياتهم، وبين الأول والثاني خوف من حكم طالبان الذي عاشروه قبل 20 عاما، تجربتهم فيه قسوة وقمع ودماء.